الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس ورسائل خاصة ونصائح لطلاب الثانوية العامة. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون وطن في كل مكان، وخدمة إخبارية جديدة متابعة مستمرة لحالة الطقس. طبعا الأيام دي عايشين فصل الصيف بظواهره المعروفة زي الشجورة المائية اللي بنشوفها أحيانا في الصباح. كمان طبعا الجو مشمس معظم أوقات النهار في معظم أنحاء الجمهورية، يمكن فيما عدا السواحل الشمالية أو أجزاء منها أحيانا بيكون في بعض الغيوم البسيطة، لكن أكيد درجات الحرارة مرتفعة خلال هذا الوقت من العام، وده الطبيعي خلال فصل الصيف من كل سنة. كمان ارتفاع درجات الحرارة بيوصل لحوالي 39 أو 40 درجة في أقصى جنوب البلاد، لكن الحرارة المحسوسة اللي دايما الأرصاد الجوية بتقول لنا أو بتنصحنا أو بتكشف لنا أسباب إن إحنا بنحس بدرجة حرارة أكبر من المتوقعة كل يوم، وده أمر طبيعي في فصل الصيف إن الحرارة المحسوسة بتكون أعلى بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات. فلما يقولوا مثلا القاهرة 34 ممكن نحس إنها 36 أو 37، لما بيتقال إن في محافظات في الصعيد 39 أو 40 بتحسها 42 أو 41، فدي كلها أمور طبيعية، بالإضافة طبعا لوجود بعض نشاط الرياح على بعض مناطق الجمهورية. كمان في نصائح خاصة جدا لطلاب الثانوية العامة اللي دايما بيخلصوا الاختبارات تقريبا في حدود الساعة 12، يعني قبل الظهر بحوالي ساعة، والأوقات دي معروف إنها تكون أوقات الذروة كل يوم ما بين 12 لحد الساعة 4، وبيكون في نصائح خاصة جدا من الأرصاد للطلاب عشان يتفادوا التعرض لضربات شمس، خصوصا هم خلاص فاضل لهم أسبوع في الامتحانات. نتمنى لهم أكيد التوفيق والنجاح في الثانوية العامة. اكيد عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن ابرز الظواهر الجويه النهارده وخلال الفتره الجايه، وخلال طبعا الويك اند ده اخباره ايه، الناس اللي بتحب تخرج للمصايف او تروح لاماكن فيها شواطئ. كمان نصائح لطلاب الثانويه العامه عشان نجاوب على كل هذه الاسئله. ويشرفنا يكون معانا على الهاتف دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. اهلا بيك دكتور منار. اهلا بيك دكتور عثمان، واهلا بكل متابعي الوطن. يعني في البداية أبرز الظواهر الجوية متوقعة في الويك إند ده، أنت عارفة يعني خلاص يوم الخميس الجمعة والسبت في ناس كده بتطلع أجازات بنهاية الأسبوع، بيستغلوا نهاية الأسبوع وهذه الأجازة ويطلعوا مثلا على الشواطئ أو كده، وقلنا أبرز الظواهر الجوية المنتظرة خلال نهاية الأسبوع الحالي. هو طبعا احنا الحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير خلال هذه الايام، يعني ما نقدرش نقول ان في ظواهر جويه ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه، لكن طبعا في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه، ويمكن نسب الرطوبه هي العامل المهم جدا احساسنا بدرجات الحراره، لانها دايما بتزود احساسنا ان في ارتفاع في درجات الحراره عن القيم اللي احنا دايما بنقولها او بنتوقعها. يعني تعتبر درجات الحراره خلال هذه الايام حول المعدلات الطبيعيه لها مش مرتفعه بالشكل الكبير، يعني ما بين 34 إلى 35 دي العظمى على القاهرة الكبرى، لكن وجود نسب رطوبة تخلينا نحس أن قيم درجات الحرارة أعلى من القيم دي بحوالي من 2 لـ3 درجات. كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، العامل ده كمان بيخلينا نحس أن في ارتفاع في درجات الحرارة، لأن ما فيش أي سحب بتبقى موجودة بتحرق جزء من أشعة الشمس. فبالتالي طقس فترة النهار رغم أن احنا بنقول درجات الحرارة حول المعدلات هو طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، ويمكن احنا بنقول ان احنا بنتأثر بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية حارة. الكتل الهوائية الحارة دي بتمر على البحر المتوسط، تتحمل بكميات من بخار المية، فتبدأ نسب الرطوبة بتزيد بشكل كبير، ويمكن المناطق الساحلية بتكون هي الأعلى رطوبة عن المناطق الداخلية، وكل ما تقدمت للمناطق الداخلية كانت نسب الرطوبة أقل، لكن في أغلب المحافظات فيها نسب رطوبة بتزود إحساسهم بدرجات الحرارة دايما، درجة الحرارة المحسوسة أعلى من درجة الحرارة المقاسة دايما بقيم زي ما قلنا من 2 لـ3 درجات. فترات النهار أيضا الجو في المناطق الجنوبية جو شديد الحرارة، يعني محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء الطقس عليهم شديد الحرارة فترة النهار، لأن العظمى على بعض المناطق من جنوب الصعيد بتوصل لـ40 درجة مئوية خلال فترة النهار. خلال فترة الليل طبعا مع غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن الساعات الاولى من الليل لسه نسب الرطوبه بتبقى موجوده في الجو، ما بنحسش قوي ان في انخفاض في درجات الحراره. فتره الليل الاولى بتبقى الاجواء معتدله رطبه لسه، لكن مع ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر بنحس بالاعتدال نوعا ما. كمان في نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، هو ده اللي بيساعد ان احنا نحس ان في انخفاض درجات الحراره فتره الليل، لكن في بعض الايام اللي بيبقى فيها سكون للرياح او هدوء لسرعات الرياح بنحس ان الجو بقى فيه خنقه، بقى فيه ارتفاع في درجات الحراره، لان نشاط الرياح دايما لما بيبقى موجود بيساعد على عدم احساسنا بنسب الرطوبه اللي بتبقى موجوده في الجو. كمان طبعا
فتره الصباح الباكر ما زال في تكون شبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه دي تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني نقدر نقول الساعه 7 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. خلينا كمان نتكلم على حركه الملاحه البحريه على البحرين، لان احنا طبعا الوقت ده في ناس بتروح المصايف بشكل كبير. حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط اليوم معتدله، البحر المتوسط مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. البحر الاحمر ايضا حركه الملاحه البحريه عليه معتدله، هيكون مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن خلي بالنا من التعمق داخل البحر الاحمر لان بيحصل فيه ارتفاع امواج بتوصل ل 2.5 متر. لكن هننوه ان احنا من يوم السبت اللي جاي ان شاء الله متوقع ان يكون في ارتفاع امواج بشكل كبير على شواطئ البحر المتوسط او على المدن الساحليه اللي مطله على البحر المتوسط زي شمال الدلتا، الاسكندريه والعلمين ومطروح. في ارتفاع امواج بشكل كبير ممكن يشكل خطوره على الساده المصيفين، فمهم جدا ناخد بالنا، لازم نتابع النشره الجويه ونشوف ارتفاع الامواج لانه متوقع. ده هيكون يوم السبت ان شاء الله متوقع، يعني يوم السبت بالظبط، يوم السبت والحد والاثنين الثلاث ايام دولت هيكون فيهم ارتفاع امواج بشكل كبير على شواطئ البحر المتوسط، فناخد بالنا الساده المصيفين ناخد بالنا، بلاش يعني نتجنب نزول البحر فتره الاضطراب. كمان احنا دايما بننصح في الفتره دي من السنه، خلاص احنا في الصيف ذروه ارتفاع درجات الحراره دايما بيكون شهر 7 وشهر 8، التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره. الفتره الظهيره دي من الساعه 12 الظهر للساعه 3 4 العصر، دي الفتره اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره. لسه كنت هسال حضرتك على الموضوع ده، خصوصا ان طلاب الثانويه العامه بيخلصوا اختباراتهم تقريبا الامتحان من 9 ل 12 فبيخلصوا الساعه 12، فمعظم الطلاب بيروحوا او بيروحوا او ممكن يكون عندهم بعض المراجعات النهائيه بعد نهايه اختبار الثانويه العامه، فايه النصائح تقول لهم لما يكونوا بيخلصوا الساعه 12 يعملوا ايه ان هم يروحوا مباشره، او ايه الاجراءات اللي ممكن ياخدوها عشان يتفادوا التضرر من اشعه الشمس تكون قويه في الفتره دي؟ بالفعل يمكن احنا دايما بنقول من الساعه 12 ل 3 4 العصر، الفتره دي بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. زي ما انت بتقول ممكن الطلاب يبقوا خارجين من الامتحان، ممكن يبقى اولياء امور اصلا مستنيين طلاب قدام اللجان، فناخد بالنا قدر الامكان. لو انا موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، احتمي بمناطق الظل الموجوده في الشارع، لان اشعه الشمس المباشره هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، لا قدر الله ممكن تصيبنا بالاجهاد الحراري او بضربات الشمس، فناخد بالنا بالشكل الكبير. مهم كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم كله، ده شيء مهم جدا. نوعية الملابس بقدر الإمكان تكون ملابس قطنية فاتحة اللون، بالإضافة كمان بقدر الإمكان نكون موجودين في أماكن جيدة للتهوية، ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة. وزي ما قلنا بالأول لازم ناخد بالنا خلال الأيام المقبلة، لازم نتابع حركة الملاحة البحرية على البحرين لأن هيكون في اضطراب من يوم السبت إن شاء الله على البحر المتوسط، فلازم نتابع النشرة الجوية. أكيد كمان إحنا هنتابع معاكم الموضوع في غاية الأهمية، خاصة إن إحنا في فصل الصيف في شهر 7 و 8 بالذات بيكون هو ده الذروة بتاعت المصطفين الموجودين خصوصا على سواحل البحر المتوسط، فاكيد هنتابع معاكم الموضوع ده في غايه الاهميه. دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، بنشكرك شكرا جزيلا، وشكر موصول لكل متابعي الوطن، وانتظرونا في خدمات اخباريه جديده خلال الساعات اللي جايه.